نعم. رجل تزوج امرأة بنية تحليلها للزوج الأول مطلقة، فما حكم رجوعها للزوج الأول؟ نعم. أولا نقول إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس. تعرف التيس؟ ما هو؟ ها؟ تمام. هذا يسمى التيس المستعار. ثانيا، إذا كان الزوج الأول عالما بذلك أو مواطئا لهذا الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحلل له، كلاهما ملعون مطرود عن رحمة الله. ثالثا، نكاح الثاني نكاح باطل، ووطئه هذه المرأة وطئ زنا. رابعا، هذه المرأة لا تحلل للزوج الأول، لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما هو زوج الثاني، هذا غير زوج، لأن عقد باطل. وإذا كان الأمر واقعا فبلغهم عني أن الثانية ملعون والأول ملعون إذا كان باتفاق معه، وعلى الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل، والأول لا تحل له زوجة. قلنا لا تحل له. نعم، بلغهم عني وإن شاء الله تعالى أنت أمين.